رابع مشكلة وهي تساقط الشعر، وزي ما قلنا نتيجة اللخبطة الهرمونية اللي حصلت دي، ودي للأسف حاجة كده كده هتحصل. وانا انصحك في الفترة دي لو انت حابة تستخدمي حاجة والموضوع مضايقك، استخدمي حاجات توبيكال او زي الشامبوهات، ماسك، كريمات تغذية، ولكن حاولي تتجنبي الأقراص على قد ما تقدري، لان وارد جدا انه يتفرز في الحليب ويعمل ضرر للطفل. ولو حابة تظبطي نفسك كده وترفعي معنوياتك وتصبغي شعرك، هتلاقي في نوع في الصيدليات اسمه أمونيا فري، ده آمن للاستخدام أثناء الرضاعة. طب فرضا نتيجة التغيرات دي دايما مالكيش نفس ومش عارفة تاكلي وخايفة ان الطفل يتأثر، هتلاقي برضو في مكملات غذائية خاصة للأم أثناء الرضاعة مكتوب عليها كده للأم المرضعة، دي بتمدك بالفيتامينات المهمة اللي الطفل بيحتاجها بتركيزات مدروسة. أهم حاجة تتأكدي انه مخصص للمرضعات. طب المسكنات اللي تقدري تستخدميها ايه هي؟ عندك الباراسيتامول اللي هو البنادول او الابيمول، في عندك البروفين في الحالات القوية شوية او اللي هو المادة الفعالة بتاعته الايبوبروفين. اخر حاجة ممكن تحتاجيها وهي استخدام منع الحمل. المفروض نظريا ان طول ما انت في الرضاعة الطبيعية مفيش حمل بيحصل، لانه بيمنع عملية التبويض، ولكن في بعض الحالات بيحصل فيها حمل. اما بالنسبة بقى لو اعتمادك على الرضاعة الطبيعية قليل او حتى مش بترضعي رضاعة طبيعية، وانا ما انصحش كده خالص، يعني المفروض اصلا ان الطفل يرضع سنتين كاملين رضاعة طبيعية، فأضيق الظروف تكتفي بسنة. اما بقى لو انت مش معتمدة على الرضاعة الطبيعية بشكل كلي، يعني مثلا 30-40% او حتى موقفها خالص، فلازم تستخدمي منع الحمل المفضل في وجود الرضاعه عامه، معروف في الصيدليات مجرد بس تقولي انا عايز منع حمل وانا مرضعه، ولكن هتواجهك مشاكل شائعه منه وهي سبوتينج، ان هو بيعمل زي نقط، بتلاقي في نقط دم بتنزل منك وتلاقي الدوره اتلخبطت وبتلاقي حتى الدم نفسه اخف من المعتاد. دي حاجات طبيعيه مع منع الحمل ده.